إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. انطلق الحوار الإعلامي المغربي الإسباني في إطار برامج الفيدرالية المغربية الناشرة للصحف، التي تجعل من القضايا المهنية جزء من عملها في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، ومنها قضية الوحدة الترابية. نعرف أن العلاقات المغربية الإسبانية اليوم تعرف واحد زخم قوي، وهذه العلاقات لها ارتباط مباشر بالقضية المغربية، لأن المغرب استرجع صحراءه من إسبانيا، ونعرف أن هناك دعاية موردة موجهة بالأساس ضد وحدة سيناء الترابية للرأي العام الإسباني، وتؤثر عليه وتؤثر على الإعلام الإسباني، وكان لابد أن نفتح هذه القنوات وهذا الجسر. هذه مساهمة بسيطة منا، ونتمنى أن ينخرط فيها الجميع، وأعتقد أن هذا الحوار لن يكون إلا مفيدا، وهذه فرصة مواتية أعتقد ونقدر أنها ستفيد في تعزيز هذا الانفراج الموجود في العلاقات المغربية الإسبانية. ونتمنى أن نؤسس هذا الحوار، وسنكون إن شاء الله في إسبانيا في القريب لنواصل الحوار. أولا أنا سعيد بحضور إلى مدينة العيون، وهذه هي المرة 37 التي أزور فيها الأقاليم الجنوبية، وكلما زرت العيون إلا ووجدت تغييرات مهمة في مدينة العيون. مدينة العيون كبرت، ويمكن لي أن أقول لكم أن الذي زرت مختلف الدول الموجودة في الساحل بأنها أجمل وأكبر وأكثر تنظيماً وأكثر تجهيزاً من كل عواصم الإفريقية الموجودة من الأطلسي إلى بحر العرب. الزيارة هذه تدخل في إطار حوار نتمنى أن يكون صادقاً، ونتمنى أن يكون مستمراً بين الصحفيين المغاربة ومجموعة من الصحفيين الإسبان، من أجل تبادل الرأي، ومن أجل النقاش، ومن أجل العمل على تقوية العلاقات بين الشعبين الإسباني والمغربي. ذلك أن عنوان هذا اللقاء هو الجوار، والجوار بيننا وبين إسبانيا ليس جواراً جغرافياً فقط، الجوار بيننا يمتد عبر قرون طويلة. وإذا كانت الدارجة المغربية الثانية كذلك فيها مجموعة من الكلمات الإسبانية، نظراً للعلاقات القوية التاريخية، فإننا كذلك كمغاربة لابد أن نفتخر بأن البصمات المغربية موجودة في غرناطة وفي قرطبة وإشبيلية. ويكفي أن نقول بأن أكبر معلمة موجودة في إشبيلية هي منارة الخيرالدا، وأختها منارة الكتبية، وأختها الثالثة منارة حسان. إذا العلاقات بيننا هي علاقة تاريخية وعلاقة جوار، وإسبانيا عندما اعترفت بمغربية الصحراء فإنها في الحقيقة تدافع عن مصالحها، وعندما اقتربنا نحن من إسبانيا فإننا ندافع عن مصالحنا كذلك. وأرادت الأقدار أن تلتقي مصالح إسبانيا بمصالح المغرب لفتح أفق جديد للتعاون بين البلدين، وعلى الصحافة أن تواكب هذا التطور وأن تغني هذا التطور. واللقاء أول لقاء يتم هنا في مدينة العيون بين الصحافة الإسبانية والصحافة المغربية يدخل في إطار هذه الرغبة المشتركة لتنوير الرأي العام الإسباني والمغربي، وتقديم خلاصات عن أفكار ترمي إلى دعم هذا التطور ودعم هذه الصداقة ودعم هذا الجوار. أظن بأن هذا اللقاء هو لقاء يمكننا أن نقول بأنه لقاء تاريخي. لماذا تاريخي؟ لأنه يشكل مرحلة جديدة فيما يسمى بخريطة الطريق التي أقرها الاجتماع اللجنة العليا الإسبانية المغربية، وبمقتضى هذا الاجتماع قررت خريطة طريق جديدة بين المغرب وإسبانيا. هذا طبعا ليس فقط
في مصلحة الإسبانيين والمغاربة، وإنما في مصلحة السلم والاستقرار في كل المنطقة. عندما نقول العلاقات المغربية الإسبانية، أنا شخصيا أتذكر جملة تاريخية قالها المرحوم الحسن الثاني، وهي أن إسبانيا والمغرب محكومان عليهما أن يتفاهما. وأظن بأن من بعد ما أسماه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمرحلة الاستثنائية بين إسبانيا والمغرب، أظن بأن قد تحقق هذا التفاهم بين المغرب وإسبانيا. لذلك هذا اللقاء، ولو أنه أول لقاء في المغرب بهذا الحجم ويتناول هذا الموضوع الحساس والمهم، أظن بأن هذا اللقاء يجب أن يتبعه لقاءات أخرى في المغرب حتى نثبت هذا التوجه الجديد للحكومة الإسبانية وللحكومة المغربية. وإذ ننوه باختيار المنظمين لموضوع هذه الندوة، فإننا نثمن عاليا انخراط وسائل الإعلام في المملكتين في هذه الدينامية، والذي سيشكل لا محالة رافعة حقيقية لتعزيز المكتسبات والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بمعطيات ميدانية واقعية تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.